الناس مرحبا بكم اللي ما شاء الله فيديو جديده دونك فريمون توحشت نصور فيديو. اكثر حاجه كنتوحشها في يوتيوب هي انا والكاميرا كجالسين في البيت بوحدنا وبيان سور كيف ديما ري مخلف الكواليس خلف الكاميرا هلو. ما كاينش اللي يعبرك اللي ما شاء الله غنهضروا في واحد الموضوع اللي بزاف بغيتوه ولايكيتو لا فيديو بزاف نتاع ازاله نتاع الشعر اللي هو الحبوب من بعد ما كنحيدوا الشعر نتاع الوجه نتاعنا. اللي صراحه حتى انا عندي هذه الحاله هذه ولكن اكيد بالعنايه يمكن لكم انكم تغلبوا عليه. فوفروتيني انا غادي نشارك معكم الراي نتاعي على لا مارك لاكور اللي كنت وصلت بمنتوجاتهم هذه دابا شهرين ولكن اليوم واخيرا بعد التجربه نتاعي لهاد المنتوجات غادي نضل لكم عليهم ونعطيكم الراي ديالي. اكيد انا كاين بعض المنتوجات اللي عجبوني بزاف منتوجات اللي لاحظت انهم اقل ومنتوجات اللي شفتهم انهم عاديين ولكن صراحه فيما يخص العنايه بالبشره كان عندهم منتوجات كان عندهم نتائج رائعه في البشره نتاعي. مجموعه اصحاباتي في الدار كلشي كيقولوا لي بلي كاين تحسن. في نفس الوقت بغيت نهضر لكم شويه على الغبره لان كان عندي امتحانات داكشي علاش غبرت عليكم ويا ربي مولانا ما يعاودوش يعيطوا ديك لافاك على واش امتحان ونكون كملت فوالا. في نفس الوقت نهضر لكم على لي بارتناريا وكيفاش كنتوصل بمنتوجات اللي هي مجانيه. فهاد الموضوع كنظن بلي يقدر يهم البعض منكم سواء اللي كاين في يوتيوب ولا ماشي في يوتيوب دونك نعطيكم شويه نبذه على هذا الموضوع هذا وعاد غادي نبداو نهضروا على الحبوب اللي هو اصلا موضوعنا في هذا الفيديو. داكشي علاش غنخليكم هنايا بالدقيقه اكزاكتومون فوقاش غادي نبدا الموضوع تاع الحبوب البنات اللي هما مهتمين وما هما يديروا بالبلا بلا مي سينو الا كنتو نتوما مهتمين باش نهضروا شويه على هاد المواضيع بقاو معايا حتى للتالي. اول حاجه سمحوا لي بزاف على الغبره نتاع يوتيوب لانني كنت وعدتكم انا ندير لكم ثلاثه نتاع الفيديو بار سيمين ولكن في التالي مع قربوا لي زيكزاما وترونت القضيه شويه في لافاك شي حوايج هما ماشي متوقعين كيف ديما ويلي لافاك تاع وجده ضروري انه يجيو داكشي لي سوربريز بريباراسيون مع ليكزاما مع انا كنبريباري في الليل ما كنريقلش نهار مع الليل داكشي علاش غبرت عليكم ان شاء الله. فوالا انا دو روتور ونتمنى ان تكون هذا اخر عام ليا في لافاك دعيو معايا يا ربي قلت لكم ما بغيتهمش يوليو يعيطوا لي مره اخرى. فوالا هذه اول حاجه اللي نقولها لكم وان شاء الله علاش لا من بعد ندير لكم شي فيديو سبيسيال على قرايتي مي كمل قرايتي ولا شحال بحال هكذا. سينو من بعد بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي كنظن بلي هو مفيد لبعض البنات اللي كيكونوا دايرين يوتيوب او لا غير الناس اللي كتبغي تكون عندها واحد المعلومات اللي هي عامه اللي هما لي بارتناريا. فاش حنا كنتوصلوا بمنتوجات اللي هي مجانيه دونك انا بغيت نقول لكم ما عندها حتى شي علاقه اول حاجه بيوتيوبرز. تقدر تكون يوتيوبرز تقدر تكون بلوغرز تقدر يكون عندك كونت انستغرام تقدر يكون عندك ريزو سوسيو ريزو سوسيال بلوتو اللي هو عادي اللي تقدري تشاركي مع الناس وعندك واحد لا كوميونيتي نتاعك. فتقدر شي وحده ما كديرش اصلا دي فيديو يكون عندها كونت انستغرام اكتيف فيه عندها دي زابوني وتقدر لي مارك يصيفطوا لها سواء كيكون هي كتكونتاكتي دي مارك سواء لي مارك هما كيكونتاكتيوها وكيصيفطوا لها دي برودوي اللي كيكونوا غراتوي ولكن هنايا كل واحد كيتعامل كما كنقولوا ببنيته. بغيت نشير لواحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف بزاف واللي كنهضر فيها كما كنقولوا انا متحمل مسؤوليه هضرتي فيها ما كنعرفش الناس اخرين مي انا كنهضر على الحاله نتاعي لانني كاين الناس اللي كنعرف بلي كيعتقدوا بلي ملي كتكون شي بارتناريا بحال لي لي مارك يمكن كيكسبوا لنا وكيقولوا لنا واش غادي تقولوا في الدقيقه الفلانيه وغيرها. فهذا ما عنده حتى شي علاقه او موا بيا لانني انا وحده اللي كيبان عليا داكشي كامل غادي تبان اللي ماشي هي هذيك. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انني كناخذ الوقت الكافي وهنا بالنسبه للناس اللي كيتبعوني في لي ريزو سوسيو كيتبعوا فوقاش وانا كنجرب البرودوي ولا فوقاش توصلت بداك المنتوج عاد باش هضرت عليه سورتو مي كيكونوا دي برودوي دو سوان. وهنا نقدر نقول لكم ماشي غير سوان حتى في الكسوه حتى في غيرها لان كاين شي حوايج راه عندي مشهوره. هذا دليل على ان لا مارك ما كتحكمش او موف شنو كنقول انايا ولا شنو كنبغي نجرب. من بعد كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه لان كاين الناس اللي كيدخل داك الكوتي نتاع الفلوس كيخلصوكم ولا غيرها. انا عام ونص وانا في يوتيوب عام ونص وانا في الدومين تاع يوتيوب بحالي بحالكم كنسبع اليوتيوبرز تخلصنا عليهم سي فري اننا نتخلصوا باسكو كنجربوا كنقولوا واش علم كيهضروا واش يمكن كنتخلصوا من القناه اللي واخا هي فلوسها ماشي بزاف مي هذا هو التفكير ديالي. حتى من بعد شهور غير هنا نقدر نقول لكم 4 شهور 5 شهور كنعرف باللي لا حيت كنجربوا على الجسم تاعنا ولا على الوجه تاعنا ويقدر يكون عندها تاثيرات وحتى هي خدمه ووقت انك كتخصيه في لاغوتين تاعك والنهار اللي نتي كديري فيه هذا ولي خصك تخلص عليه. فتالمو انا في يوتيوب وفي لي فيديو وفي المونتاج ما جاباش كاع الدنيا خبر لان ماشي هذا هو الموضوع نتاعي. فاذا كنت انا كنشري لي برودوي نتاعي وداك الشيء باش كنضيع انا فلوسي رقم واحد ما كندير حتى شي حاجه في حياتي كنشري لي برودوي دونك الا شي ماركس لي دي برودوي اللي هما سي فري انهم كيكونوا مجانيين باش انني كنجرب دونك كتكون عندي واحد الفكره اكثر على البرودوي باش انني كنشاركها مع لي زابوني. ان شاء الله غادي نهضر لكم على الحبوب اللي كينوضوا بعد ازاله نتاع الشعر 19 العام ولا 18 ما كنتش كندير هادشي نهائيا. اليوم في الاسبوع ما كنساش لي ماسك ما كنساش نقشر وجهي ما كنساش ايدغاطي علاش لان كتلاحظي النتائج. البنات اللي كيتبعوني في الاول في القناه ودابا كيشوفوا الفرق الكبير بزاف في الوجه نتاعي ملي كنت كنحيد الماكياج ودابا
حتى في المكياج، يعني مي كنكون دايره الميك اب كاين فرق. دونك انا حيت الشعر تاع وجهي كنت قلتها لكم قبل لي زيكزامان اكزاكتومون، دونك حيت الشعر تاع وجهي اكيد اني كنت كنتهلا مره مي ماشي ديك العنايه اللي هي مهمه. وهنا بغيت نقول لكم البنات، الحبوب الا كتقولي لي عندي الحبوب وباغي نحيد الحبوب، كنهضر اول حاجه على العنايه، يعني ما كتنساش انتي لا كريم دو مي تاعك، يعني ما كتنعسيش بلا ما كديري شي كريم دو مي، ما كتنعسيش بلا ما كديري شي زيوت، ما كتنوضيش الصباح ما كتغسلي وجهك، ما كتحيدي ما كتنساش حتى كتحيدي الميك اب. فهادو مجموعه المراحل اللي خصك تكوني ديجا كديريهم عاد كتقولي الحبوب ما كيمشيوليش. دونك هادشي كامل كنديرو، ولكن مع القرايه ونهار تقلب لي مع لي ستريس العيا الماكله كناكل اي حاجه، دونك سي نورمال كلشي كيبان في البشره، ما بقيتش كندير ديك المراحل اللي غنهضر لكم عليها دابا شويه. فناضولي الحبوب، الوغ مي كنقول لكم الحبوب الحبوب اللي كتحطي يدك على هنايا سيرتو عند هاد البلاصه هادي كتحسي داكشي مبوق، بقاو لي غير لي تراس. يعني كنقول لكم الطريقه تاع الاستعمال اللي تهناونا في الحبوب، كنقول لكم هادشي وانا مجربه، يعني غتلاحظوا النتائج وانا مجربه. اول منتوج اللي كيعجبني بزاف بزاف واللي كنصحكم به البنات اللي عندهم البشره تاعهم دهنيه، البنات اللي كينوضوا لهم الحبوب، هذا كنظن بلي غادي يعجبكم. اول حاجه متوفر سهل انكم تلقاوه، البري تاعو مناسب اللي هو هذا غارني، دونك هذا بيور اكتيف 3 في 1 غسول مقشر وقناع. دونك انا خديته من اسيما يمكن كدا 60 درهم كيدير، واعر بزاف بزاف البنات. لا مارك غارني انا عندي بزاف تاع لي برودوي اللي كيعجبوني، مي هذا من احسن اللي لاحظت النتائج نتاعهم، يعني تاع غروند شوفات وتلاحظي يعني النتائج في البشره نتاعك. دونك كيجي هو على شكل واحد الكريم بيضاء فيها حبيبات اللي هما زورق، دونك كتقشري الوجه ديالك، كنديرو الصباح فريمون كنلاحظ النتائج كيخلي البشره زوينه. من بعد غادي ندوزو باش كنغسل وجهي. انا صراحه مر ما كندير هاد لي طاب وجهي راه نقي، ما كنتش كنستعمل الصابون، مش عارفه مي الصابون اللي كنت كنستعمل بحال اللي كنحس كينشف لي وجهي، واخا صراحه كنت كندير تاع الطاوس اللي كنشريه من كارفور. مي سينو هنايا استعملت هادين تاع لاكيور، دونك هاد لا مارك لاكيور اللي هما دي برودوي بزاف اللي انا توصلت بهم، هضرت لكم عليهم من قبل في سناب شات ملي بديت كنستعملهم، واللي بسببهم صراحه لاحظت نتائج كبيره في البشره ديالي. دونك هاد لا مارك لاكيور عندهم مجموعه تاع لي برودوي، مي كاع لي برودوي دو سوان اللي كتستعملوا للبشره تاعكم. دونك هذا اللي كندير انا هي صابون، غنوريكم وحده جديده، لحقاش انايا استعملت وحده راه باقي صافي بقى فيها والو، مي باش نوريكم كيفاش كيجي. دونك كاين على حساب جميع انواع تاع البشره، البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره الحساسه كلها، وكاين هذا اللي هو جديد في هاد لامارك هادي، واللي صراحه انا جاني مهم جدا بيسكو انها ماشي ماركه طبيعيه 100% مي بنسبه كبيره طبيعيه، وفيها حوايج اللي هما جداد، بمعنى ان فيها المعادن تاع البحر الميت، معادن اللي هي مختلفه، البوتاسيوم الكالسيوم المغنيسيوم اللي مفيده للبشره، للتجاعيد، للشيخوخه تاع البشره، النضاره تاع البشره، فريمون الفوائد تاعها كتكون مختلفه. دونك كيكونوا هادو تاع البحر الميت تاع الاردن. دونك هنايا كاين مجموعه تاع المنتوجات، دونك كاين هذا مثلا اللي كتغسلي به الوجه نتاعك، نفس الشيء كنديرو كنخلي الوجه نتاعي دقائق وكنحيد الصابون من الوجه نتاعي، رائع. يعني خصكم تجربوا البرودوي، انا من اكثر الحوايج من ديت كنوريكم المنتوجات في سناب شات شفتو هما الصابونه، بزاف قالوا لي جربنا تاع الصابونه تاعهم رائعه. دونك هذه اللي كندير انايا، مي كتكون البشره تاعي نقيه غادي ندوز لمرحله التعقيم. الوغ هذه المرحله هذه اللي كنعتبرها انا مهمه، وهنا بغيت نقول لكم ماشي فقط للتعقيم، انا ماما عندها في الصيف رجليها من كصاد وداكشي كيسخنوا بحال كيبقاو كياكلوها كتحس فريمون بالحريق. دونك شنو كنت كدير، كنت كندير الماء سخون وكندير فيه هذا الملح، هذا فيها 35 مره اكثر فوائد نتاع الاملاح المعدنيه اللي كتحتاج البشره تاعنا وكيحتاج الجسم تاعنا اون جينيرال، فريمون كتلاحظوا الفرق. دونك هذه فيها هنايا هذا البلو، فيها وحده في لورونج وفيها وحده في شويه غاديه للطين، دونك اللون تاع الطين بجوج كملتهم تقريبا، دونك وريتهم لكم ان شاء الله نخليكم لي فوتو نتاعهم ولا لي ليان. دونك هادو بغيت نقول لكم بلي هاد اللون هذا راه طبيعي، ما فيه حتى شي ملون، ماشي حتى شي حاجه، كيجي هكذا. كندير كنجيب فاش غادي ندير لها الماء سخون، كنديرها ماء سخون كندير لها هذا واحد الكميه اللي كتكون شويه كبيره وكندير لها جليها فيهم. البنات اول حاجه كتحسوا بواحد الراحه اللي هي كبيره، يعني الناس اللي كيبقاو واقفين اللي كيخدموا النهار كامل كتعياو كديروا فيها رجليكم، ولا البنات اللي فيهم لاكزيما، ولا البنات اللي كيكون فيهم الصدفيات، لان هاد لا مارك هادي كعلاج اول للصدفيات، البنات اللي فيهم الصدفيات ولا هاد النوع تاع لاكزيما كتعالجها، لان معروف ان الناس كيمشيو مثلا الاردن كيمشيو لذاك الطين كيديروه كيعوموا في ذاك البحر باش كيحيدوا لهم هاد النوع تاع الامراض. دونك داكشي علاش داروهم في هاد الانواع تاع لي برودوي اللي فيهم هاد الفوائد هادي. دونك انا مي كديرهم مي كندير لها في رجليها فما كتحس بالراحه وما كيبقاوش نهائيا كيوجعوها. دابا اللي كندير انا لوجهي، وانا شو كندير، كنجيب مثلا واحد طاسه شويه صغيره كندير فيها الماء سخون، كندير فيها الاملاح، وكنجيب قطنه اللي كنديرو تاع الديماكيون. دونك كناخذ كنفزقها مزيان 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 وكنديرها في الوجه تاعي، كنبقى نطابوتي. بغيت نقول لكم بلي كتحرق، يعني فريمون ملي كديروها حيت سورتو مع كنكون قشرت وجهي ولا شي حاجه كنحس شي بوجهي كيوجعني. دونك كندير هكذا هكذا شويه في الوجه تاعي وكنخليه واحد 15 دقيقه ولا عاد غادي نحيدو. مي من بعد اكيد ان كاين واحد العنايه في
الاسبوع البلاد ضروري بلي ماسك لي ماسك لي ماسك لي ماسك ضروري. الماسكات اللي كتستعملوا في الدار، الماسكات اللي تقدروا تشريوهم، الماسكات اللي نتاع دي ماك اللي كيعجبوكم، ضروري ما ديروا واحد الماسك باش كتعطيو الفوائد ولا المكونات اللي كتحتاج للبشره نتاعكم. يعني اش قلت لكم هاد الشيء يعني تسلسلي، تقشري ترطبي تقشري ديري كلشي مهم جدا. ومن بعد ديري واحد الماسك اللي غادي يمشي في الحبوب نتاعك واللي غادي يعالجها. دونك انا بالنسبه للماسك كتستعملوا شي ماسك اللي كتحتاج البشره نتاعكم ولا اللي كتوالفوه، مي سينو انا اللي غادي نوريكم كما قلت لكم هذا نتاع لا مارك لاكور اللي هو من احسن لي ماسك اللي استعملت. انا كنقول راه بصراحه كنظن البنات الا استعملتوه غادي تجربوه غادي تعرفوا علاش. كنحدد واحد الحاجه ان البشره تاعي ماشي حساسه، يعني هذه ضروري كنقولها ديما، يعني انا لابون تاعي ماشي الرجيك، يعني ما دار لي حتى شي حساسيه. اول حاجه ثاني حاجه كاينه واحد الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم، كانت واحد الميساج ديال سناب شات اللي كنت وريتها لكم، كانت واحد البنت قالت لي بلي استعملت الماسك نتاعهم، ما حدثليش صراحه بالسميه، مي قالت لي استعملت شي ماسك نتاعهم ونادوا لها الحبوب. الوغ هنا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الحبوب اللي نادولها انا مانيش عارفه من اي نوع، لان ضروري كاين حبوب كل واحد كيفاش كيختلف. انايا ملي مشيت عندي واحد الحبوب هنا ديما كيكونوا تحت الجلد، عرفت داك الحبوب اللي كيكونوا رقاق، دونك مشيت كنختار لي برودوي اللي غادي نبدا كنستعمل. قال لي استعمل هاد الملح هادي، بقاي كديريها في الماء وديريها لانها كتعقم، غادي تلاحظي النتائج زوينه بزاف بزاف، غادي نقصوا لك الحبوب. وصراحه سير كاي، يعني اليوم عندي لا بوليس جوج حبيبات ثلاثه ماشي مشكل. دونك قال لي بلي من غادي ديري الحبوب ما يعني ما تخلعيش الا شتي الحب غادي يخرج لك، لان عندي الحبه تحت الجلد، دونك ما تسخليش الا شتي الحب خرج، راه غير من بعد غادي مع الدومه غادي يمشي لك. دونك اللي بغيت نقول ان الاغلبيه تاع لي تريتمون حتى تاع لي تاع لي كتاخذيهم من عند الطبيب ولا شي حاجه كيخرج الحب عاد كيمشي. دونك انا صراحه مانيش عارفه البنت واش استعملتها مثلا مده والحب دار لها شي حاجه، ولا غير البديه وراحت الحبوب وريض لها، لان انا وقع لي نفس الشيء، نضوا الحبيبات ودوك الحبيبات من بعد مشاو باش كتولي لا بوليس. دونك هذه حاجه بغيت نشير لها من قبل. دونك هو هذا الوغ هذا نفس الشيء، جميع لاكام تاعهم غنيه بالمعادن اللي كنت شرت لها من قبل اللي مفيده للبشره. انا كنديرو في الوجه ديالي، الوغ اون فوا كنديرو في الوجه ديالي كنت ديجا تاهي قلت لكم سناب شات، انايا من درت اول مره قلت ناري وجهي تشوط، علاش؟ لانني قليل بزاف فاش كيحرقني شي ماسك، يعني من النوع اللي ما كندير ماسك ما كاين حتى شي حاجه. دونك مين درتو ديك جوج دقائق الاولى كنحس بشي حاجه كتاكلني، كملت اون فوا فهاد ديك 3 دقائق ما بقيتش كنحس بوالو، بالعكس جاني النعاس، لان هما كاملين اي منتوجات كديرهم كتحسوا بحال اللي كترخاو ملي كتستعملوهم. دونك مين درتو حسيت جاني الرقاد، ما خليتو حتى كمل، من حيتو ما كان حتى احمرار، ما كاينش لابو اللي كانت اللي مقشره ولا شي حاجه، يعني غير في الاول يمكن كانت بدا كيخدم نفس الشيء، يعني كل ما كنستعملو كيوقع لي نفس الشيء، كنديرو كيكون لي ديك جوج دقائق كيبقى وجهي وجعني، من بعد صافي بحال ما كيوقع والو. دونك اون فوا كنحيد هذا الماسك هذا كامل من الوجه نتاعي، كندوز باش كندير اوتيرمال في الوجه نتاعي. دونك كنستعمل واحد تاع لا مارك فيشي ولا تاع لا روش بوزي، من صراحه مزوينين بزاف، بحال لي غير حيت اغلبيه ملي كتحيدي شي ماسك كيف ما بغى يكون كتحسي بحال لي شويه لابون تاعك ناشفه بحال لي مجبده شويه. كنستعمل هذا تاع فيشي اللي قلت لكم، دونك هذا هو اللي كنديرو. لوتيرمال البنات يمكن كتجيكم شي حاجه اللي غير كتبرد ولا شي حاجه اللي عاديه ثانويه كما كنقولوا، مي فريمون كيعندها النتائج نتاعها، يعني الا استعملتو لوتيرمال في لا روتين تاعكم بزاف غتلاحظوا واحد الحس، حيت لابو اكثر حاجه ولا اكثر عنصر اللي كيأثر عليها هو الماء. يعني كتشوفي شي وحده كتقول لك في النظره نتاع البشره ولا البشره اللي كتكون زوينه خصك تشربي الماء بزاف، يعني معروفه تشربي الماء بزاف باش البشره نتاعك ديما تكون حيويه تكون نظره. دونك تخيلوا انك كيكون واحد الكونتاكت ديريكت، يعني بلا داك الماء اللي كيكون الجسم اللي كيعطيه للوجه نتاعنا فكتستعمليه ديريكتومون، اكيد انك كيكون فيه مجموعه تاع الفوائد للبشره. فهذه بغيت نقولها لكم البنات، ماشي منتوج اللي هو عادي، منتوج اللي مفيد جدا للبشره واللي غادي تلاحظوا النتائج نتاعو حتى هو. بعد بالنسبه ليتغاطاسيون دونك كنستعمل هذه الموسترايزين كريم. بغيت نقول لكم اول حاجه بلي هذه فيها 100 ml، دونك نورمالمون العادي لا كريم ايتغاطونت كيكون فيها 50 ml. الوغ هذه بالنسبه للكومبوزيسيون تاعها اللي عجبني ثقيله، يعني مثلا ملي كتستعملوها في الوجه نتاعكم شويه منها كافي، انا ملي كديروا كتحسوا لا كريم ثقيله بزاف بزاف بالاختلاف نتاع مجموعه تاع لي كريم تاعهم اللي كنستعملها، هذه ثقيله. دونك فريمون من بعد ما كديري الماسك والوجه تاعك كينشف هذه كتكون رائعه، وكتبقى بحال وجهك كيفرز كي الماء، ما عرفتش كيفاش كنقولها لكم، انا شويه يعني مسكينه كامله كتبقى تضرب الماء لان الغنيه فريمون بزاف، كتكوني لابو رطبه من بعد. البنات اللي عندهم هذا المشكل تاع لابو ناشفه كنصحكم بها 100%. من بعد ما كيمشيو لي الحبوب، دونك بحال دابا غادي نولي غادي نستعمل هذه الوايتنين كريم، دونك هذه اللي كتحيد لكم لي طاش، ديجا درت لكم عليها في لا فيديو روتين، هي اللي كنستعمل ملي الليل. بغيت نقول لكم فريمون بلي كتبيض، بون مش غتنوضي بياض الثلج، مي فريمون كتلاحظي بلي الوجه تاعك بدا كيفتح، هذه زعما اللي بغيت نقول لكم سي كو
فريمون كبداو كيجوني التعليقات صوم صحاباتي صوم هكا من الدار كاين شي حاجه في الوجه مبدله كتلاحظي تحسن في البشره تاعك كبيره بزاف دونك هذه اللي غادي نستعمل دابا نبدا نستعملها ان شاء الله مع هذه الليله هذه باش نحيد دوك النقاط اللي كيبقاو هكذا اللون تاعهم غامق باش كيتوحد اللون تاع البشره. احسن صراحه منتوج نتاعي اللي كيعجبني بزاف بزاف من عندهم اللي هو هذا ليكسفوليون دونك هذا حتى هو فيه 100 ml. بغيت نقول لكم بلي هذا هو لو كود كور نتاعي يعني في هذا البرودوي كاملين الا غادي تقولوا لي اختاري نقدر نختار ثلاثه نقدر نختار هذا ليكسفوليون نختار الملح لان فريمون ولات عندي في لاغوتين ما كانش عندي من قبل انني نعقم يعني فريمون نعقم الجسم تاعي نعقم البشره تاعي من كل شيء او ميم طون الماسك لان الماسك ولا عندي روتين وهادو هادو بثلاثه صراحه من احسن المنتوجات واللي هو هذا ليكسفوليون اللي فيه جديد هو انني انا ديجا من النوع اللي كنبغي نفرك يعني حيت البشره تاعي كتستحمل يعني البشره تاعي ماشي حساسه من ضروري انني ناكد عليها دونك البشره تاعي ماشي حساسه فمي كنستعمل هذا ليكسفوليون في عرفتي دوك الحبيبات اللي كبار يعني اللي كتستعمل السكر ولا الملح كتحسي باللي كتفركي خدام معاك داكشي فريمون كنفرك وجهي مزيان لان حبيبات كبار اون ميم طون حبيبات كبار اون ميم طون ديك لوسون اللي كتجي معاه غنيه بزاف وكتيدغاطي فمش ما كيكونش داك مش ماشي فريمون كتخرجي على البشره وانت كتحكي ليكسفوليون لوسيون كتكون رطبه كتيدغاطي وانتي كتفركي فريمون هذا هو اللي عجبني كيزوين من احسن لي برودوي اللي استعملت على مارك لاكور واللي كنصحكم بهم يعني هادو ثلاثه كاول حاجه نصحكم بهم غادي يعجبكم بزاف. نقول لكم البنات باللي ان الحبوب كيف ما بغى يكونوا الحبوب الشوائب اللي خاص شنو ما بغى يكون في البشره نتاعك كمشاكل ضروري انك يكون مجموعه تاع لي سيتاب يعني ما تسناش نهائيا انك غادي تمشي تشري مثلا شي كريم ايدراتونت مبيض ولا شي كريم ايدراتونت تاع لي طاش وغادي تبان لك النتائج اكيد كيكون واحد التحسن ولكن ماشي لدرجه النتائج المبهره اللي كتسنيها من لي برودوي راه في التالي كيكونوا مجموعه تاع الخطوات اللي كتستعمليهم من تقشير من ترطيب من دي ماسك من تغذيه من مجموعه تاع حوايج البشره نتاعك باش كتعطيك النتائج اللي انت كتسنيها فمثلا ماشي معناها انك كتستعملي دي برودوي وما كتشربيش الماء نهائيا وكتسني النتائج فهذا كيكون واحد التوازن مجموعه تاع الخطوات كما قلت لكم من قبل من بعد كاين العنايه وانك تهلاي وانك كما كنقول تلتزمي بالروتين تاعك يعني ماشي مثلا مره كديري كريم مره ما كديريهاش مره كتنسيها هذا انا يعني ضروري خصني نعس خصني ندير لا كريم ايدراتونت خصني نفيق خصني ندير شي كريم للوجه نتاعي خصني ندير بعدا الواقين تاع الشمس خصني نشرب خصني ايدغاتي خصني ضروري مره في الاسبوع على الاقل ماسك للوجه نتاعي فبغيت نشارك معكم التجربه نتاعي جيسبر بي انها تكون مفيده لكم وفي نفس الوقت نكون عطيتكم الراي نتاعي واخيرا على لا مارك لاكور اللي بغيت نقول لكم انها كاينه في لي بارا فارماسي هي ماركه تقدروا تلقاوها بحال لي برودوي دي بارا كاين نخليكم ان شاء الله لي زادريس الا كانت ممكن تاع لي بارا ولا تاع لي ليان نخلي لكم لو سيت نتاعهم ما كيليفريوش مالوزمون مي تقدروا تلقاو كاع لي برودوي وتكتشفوا عليهم اكثر دونك فوالا جيسبر بيان هاد الفيديو تكون مفيده لكم لان فريمون انا مؤخرا هادي من الحوايج اللي كندير هو العنايه ولاحظت نتائج وبغيت نشارك معكم الماكسيموم تاع المعلومات ونجاوب على مجموعه الاسئله اللي نتوما كتسولوني اليوم دونك جيسبر بيان تكون مفيده لكم ما تنساوش انكم تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات وانستغرام وفوالا دونك فوالا جو سوي دو روتور ان شاء الله يكونوا بزاف تاع لي فيديو حتى مع ريم باسكو جو سي كو بزاف سبوتوني غادي يكونوا دوطغ فيديو معاها وفوالا تابعونا فلاش الى مره كتشوفوها تخليو تعليقاتكم كيف ديما تلاقيو لا فيديو الماكسيموم وانا ان شاء الله نلقاكم في فيديو قريب بزاف باي باي.